السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة في درسنا اللي هو الدرس الثاني في تعلم كلمات اللغة الإنجليزية المستوى الأول، هنتعلم النهاردة المتصاحبات اللفظية اللي بتتبع الفعل go. طبعا go في الـ present، وفي طبعا في الـ past بيكون went، والـ past participle اللي هو gone. طيب في section number A اللي هو الجزء الأول، تعالوا نشوفوا جو معناها ايه اصلا. جو معناها means to move from one place to another. يبقى اول حاجة اعرف يعني ايه جو. جو معناها to means to move from one place to another، اللي هو الانتقال من مكان الى مكان ايه اخر. زي مثلا when I say I go to work by bike، my brother goes by car. يبقى إذن أنا عندي هنا طبعا I go to work، go كده بمعنى يذهب للعمل بالدراجة، لكن my brother goes by car. طبعا في الباست زي ما قلت بتكون went. نقول لك مثلا we went to Paris last summer، shall we go to the swimming pool today؟ يعني طبعا هنا برضو go بمعنى يذهب. you can go to a place on foot or on some kind of transport. طبعا transport معناه وسائل مواصلات. طبعا you can go to، فgo هنا بمعنى يذهب برضو. to make it clear that we are going on foot we can say we're walking to work this morning. يعني عشان نوضح ان احنا رايحين على الاقدام، فاحنا بنقول we're walking to work this morning، مش هستخدم going. is this train going to Granada؟ where does this road go؟ يبقى اذن بستخدم go بمعنى يذهب. لما نقول لك مثلا I go to work by bike، shall we go to swimming pool، we went to Paris last summer، معناه ذهبت إلى باريس الصيف الماضي. فإذا go زي ما قلنا بمعنى يذهب من مكان إلى مكان آخر. طيب تعالوا بقى ننقل على section number B. طب go بتيجي مع some prepositions، مع بعض حروف الجر. هنتعلم النهاردة go بتيجي مع preposition in، مع preposition up، away، out، and down. هنتعلم go with these preposition مع حروف الجر اللي أنا قلتها دي. طيب نبدأ number one. Kim went in his room and shut the door. عايز أقول إن Kim دخل أوضته and shut the door وقفل الباب، تبقى went in هنا بمعنى يدخل. طيب Ronnie was tired، he went up the stairs slowly. شوفت في الصورة كده هو tired متعب مش قادر يطلع السلم، فأنا بقول he went up the stairs يعني بيطلع درجات السلم زي ما انتوا شايفين كده. طب go away، I am going back home. يعني لما أقول مثلا go away، go away طبعا go away يعني يذهب إيه بعيدا. عندي كمان اللي هي went out معنى يخرج. يعني لما نقول مثلا يوكو went out of the house and into the garden، يبقى went out of the house يعني خرج من المنزل، and into the garden ودخل الحديقة. the phone was ringing، she went down the stairs quickly. التليفون كان بيرن لذلك she went down the stairs quickly يعني هي نزلت من على السلالم بسرعة جدا. يبقى إذن أقدر أقول
في going down اللي هو ينزل، يبقى انا عندي go up يعني، او went طبعا go up يعني يطلع لفوق، يصعد السلم. go down بمعنى ينزل، طبعا الباست منها went. وفي عند went in يعني يدخل، went out بمعنى يخرج. يبقى عرفنا went in يدخل، went out يخرج. عرفنا went up يصعد السلم، went down ينزل السلم. وفي عندي go away يعني بعيدا، يعني لما نقول للدوج مثلا زي ما انتم شايفين في البيكتشر كده، go away يعني ابعد عني. في عندي كمان go back يعني يعود، I am going back home this evening، يبقى انا هرجع بيتي هذا المساء. يبقى اتعلمنا، يبقى went in يدخل، went out يخرج. went up يعني صعد، went up يعني صعد السلم، went down يعني نزل الايه السلم، go away امشي بعيدا، وgo back يعني يعود للمنزل. طيب يبقى اتعلمنا في الجزء ده ان go بتيجي مع بعض حروف الجر زي in و out و up و down و away و back. دلوقتي بقى في section number C هنتعلم ان go بيجي معها اللي هي verbs that have verbs that have ing، بتيجي وراها الافعال اللي بيكون فيها ing. يبقى go is often used with ing for different activities، خاصة مع الأنشطة الرياضية زي مثلا اقول لك او اي نشاط عموما يعني. يعني لو قلت لك مثلا I hate going shopping، فاذا hate it's followed by ing. قلت هنا I hate going shopping، I usually go swimming in the morning، يبقى قلت go swimming. let's go dancing، يبقى اذهب للرقص. do you like going sightseeing when you are on a holiday، يبقى برضو sightseeing اللي يشوف المعالم بقى والحاجات دي كلها بنقول لها، تبقى like going sightseeing. يبقى اذا عندي go جا بعدها ال ing اللي هو sightseeing. hands goes skiing، طبعا برضو skiing اللي هو التزحلق على الجليد every winter. Bob is going fishing today، يبقى برضو go هنا بيجي بعدها الverb plus ing، فنقدر نقول Bob is going fishing today. طيب اقدر في الجزء ده اقول ان go بيجي بعديها الverb plus ing مع some activities زي swimming, dancing, sightseeing, skiing, fishing, shopping. يبقى إذن go it's followed by ing for activities مع الأنشطة زي swimming السباحة و dancing و fishing و skiing و sightseeing، وكمان معانا shopping. كل يبقى ال verb go بيتبع by الفعل اللي بيكون فيه ing بالطريقة دي. طيب طبعا في حاجات تانية. طيب خلينا ننقل بقى على section number D. وفي section number D أنا بستخدم go for future plans للتخطيط. لما يكون عندك خطة للمستقبل تقدر تستخدم go، زي لما أقول مثلا إيه be اللي هو احنا بستخدمها طبعا مع مش go بس، اللي هي بتبقى be going to اللي هي بمعنى إيه ان انت يعني سوف تفعل كذا. طبعا انت بتخطط لشيء هتعمله في المستقبل، انت بيكون عندك النية لفعل الشيء ده. يعني لما نقول مثلا on Saturday Shane is going to visit his aunt، يعني يوم السبت جان is going to visit his aunt، هيزور عمته او خالته. on Sunday we're going to stay at home، يوم الحد هنقعد في البيت. On Monday I am going to meet Sam at the restaurant، هيقابل سام في الايه في الريستورانت.
إذن كل ده أنا بتكلم عن future plans، عن خطط مستقبلية، حاجات أنا عايز أعملها وعندي النية لفعلها. فأنا كده أقدر أستخدم be going to. طبعا be ده اللي هو am أو is أو are يعني، وبعد كده going to الفعل في المصدر. زي أول جملة أهوت: On Saturday Jan is going to visit his aunt. فأنا كده استخدمت is أهوت، بعد كده going to الفعل في المصدر اللي هو visit. وفي الجملة التانية we're going to stay، عندي برضو going to الفعل في المصدر stay. و I am going to meet، برضو عندي going to جاي بعدها المين verb اللي هو meet. طبعا انا اقدر استخدم ده في future plans لما اتكلم عن خطط مستقبلية، حاجة مخطط ان انا اعملها. يعني مثلا لما اقول لك next Monday I am going to visit my friends، next Saturday I am going to travel to Cairo مثلا. فإذا كل دي future plans، خطط مستقبلية. ألخص بقى درسنا النهاردة: go اللي هو الباست منها went، والتصريف التالت gone. في section number A عرفنا معنى go إيه، نحن معناها go اللي هو الانتقال من مكان إلى مكان آخر. طبعا لو عايز أأكد إن أنا روحت المكان ده على قدمي يبقى مش هستخدم جو، هستخدم ووك. قلنا كمان في سيكشن نمبر بي إن جو بيجي معاها بعض حروف الجر اللي احنا بنسميها preposition، زي جو، زي went in، زي went went in يدخل، out يخرج، went up يصعد لأعلى، went down اللي هو ينزل يعني للأسفل، وجو أوي يعني يمشي بعيدا، وجو باك يعني يعود. أخدنا كمان إن جو بيجي بعديها بعض الأفعال اللي بيكون آخرها ing، زي شوبينج، جو سويمينج، جو دانسينج، جو سايت سينج، وهكذا. كمان اتكلمنا إن أنا ممكن أستخدم بي جوينج تو for future plans للخطط المستقبلية. زي فبستخدم طبعا الفيرب اللي هو go، بس هنا بقى في الفيوتشر بيبقى going to، يعني بستخدم فاعل am او is او are going to الفاعل في الايه في المصدر لما اجي اتكلم عن خطط مستقبليه بالنسبه لي. طيب اتمنى تكونوا استفدتوا من درسنا النهارده، اشوفكم على خير ان شاء الله في الدرس القادم باذن الله. باي، thank you for listening to me. Bye for now.